ألف ألف مبروك للجزائر احتفاظها باللقب للسنة الثانية على التوالي. بذكر محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا وقلوبنا في ذكره ترتاح بجبينه نور كمصباح بدا بجبينه حبيبي صلوا عليه بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جميله الوضاح. بداية تحياتي لقناة نوميديا نيوز، هذه القناة الرائدة والمميزة جدا، وبكم أيضا في بيتنا الصغير المتواضع. الفنان كمال رزوق من مواليد ولاية الوادي، من مواليد سنة 1991 شهر نوفمبر شهر الثورة. أدرس سنة ثانية ماستر تخصص أدب شعبي بجامعة الواد، كنت سابقا تحصلت على الماستر في الأدب العربي. لي عديد المشاركات، بالطبع بدايتي كانت كبداية أي فنان أو منشد صغير، كنت في الابتدائي أحيي حفلات المدرسة، مثلا عيد العلم وعيد ختام الموسم الدراسي تقريبا من السنة الأولى ابتدائي. السنة السادسة ابتدائي انضميت إلى فرقة الأفاق الفنية، هذه فرقة رائدة في مدينة الواد وحتى في الجزائر، يعني لها باع طويل ومنشدين ذو أصوات ممتازة. احتكينا بعديد المنشدين، شاركنا في عديد المهرجانات، سكيكدا، ورقلة، أم البواقي، عنابة، عديد المهرجانات في الجزائر. شاركت بعدها في عديد المسابقات الدولية والمحلية. المحلية كانت مع الفرقة وحصلنا عديد الجوائز في عديد المهرجانات، مثلا المركز الأول في مهرجان سكيكدا، المركز الأول في مهرجان المحلي للإنشاد بورقلة. على الصعيد العالمي أو العربي شاركت في مسابقة منشد العرب في القاهرة على قناة فور شباب، وتحصلت على المركز الأول الحمد لله رب العالمين، وكانت للصدفة كانت أيام مباراتنا مع الأشقاء بمصر. صورت أيضا فيديو كليب بعنوان اللهم صلي بالقاهرة، أيضا كان للصدفة يوم مباراتنا مع في أم درمان في السودان كنت أنا في القاهرة. بعدها جيت للواد وشاركت في بعد شهر حوالي شهر تقريبا شاركت في مسابقة الأغنية الصوفية في طبعتها الثانية، وكان من نصيبي المركز الأول والعرجون الذهبي ولله الحمد. سافرت بعدها إلى دولة تونس سنة 2010، اخترت كصوت جزائري يمثل الجزائر كلها في هذا المهرجان الذي يجمع المواهب من خلال عرضها على لجنة تحكيم مميزة كانت في تونس، والحمد لله أيضا كان من نصيبي المركز الثاني للعرجون الفضي بعد ما عاد المركز الأول لأحد الأشقاء بليبيا. سافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تقريبا في شهر نوفمبر، هذا الشهر الذي بدأت فيه البريمات يعني تباعا في كل بعد كل أسبوع، يعني في كل أسبوع تقريبا يوم الجمعة.
وجدت أصوات قوية جدا، مثلا أصوات مغربية، أصوات سورية، سعودية، حتى خارج العرب، يعني مثلا كرواتيا والبوسنة وكما قلت ماليزيا، كانت أصوات كلها قوية جدا. مثلا لا ننسى مصر، لا ننسى الأردن، لا ننسى فلسطين، كل هذه كانت أصوات قوية جدا، كل واحد كان يتميز بميزة بلده وبصوته وبطابعه. هذا الشيء كان يخيفنا جدا في المسابقة، لكن أنا الشيء اللي كان مريحني أن الجزائر من قبل كان لها نصف الكعكة في أخذ مسابقة المشتركة، حيث كانت 7 طبعات أو 6 طبعات من قبل، كان نصيب الجزائر يعني حظ وفير منها المرتبة الثانية. المرتبة الأولى كانت مرتين تقريبا في الطبعة الثالثة والسادسة، كان هذا مريحني. حتى المتسابقين كانوا خايفين دائما من الصوت الجزائري، ينتظر الصوت الجزائري، لأن الصوت الجزائري مثلا نقول الصوت المشرق عنده لون واحد فقط متمكن منه، لكن الصوت الجزائري متنوع، يعني مثلا عندنا الطابع الصحراوي والطابع المالوف والحوزي والطابع الخماسي. فالحمد لله رب العالمين كنت متقن بعض الألوان ولعبت على هذا النمط، حتى لجنة التحكيم يعني كان اختياراتي كانت دقيقة في البريمات، يعني من هنا من بعد جلوسي مع أخصائيين هنا في الولاية وفي حتى العاصمة موسيقيين، فكانت اختياراتي موفقة جدا الحمد لله رب العالمين، حيث كل برايم كنت أختار طابع خاص، كنت أختار موضوع آخر، كنت أختار مقام آخر. مثلا بدأت بالسيكا ثم ذهبت إلى البياتي ثم ذهبت إلى النهواند في الطابع الثالث في البرايم الثالث، وعدت إلى مقام البياتي في آخر طابع، مزجت بين المشرقي والطابع الجزائري، والحمد لله وفقت لأن أكون صاحب المركز الأول. تحية كبيرة منكم جمهورنا الكريم في هذه الأثناء. طبعا الكل فرح، الكل يشعر بلحظة فخر واعتزاز هذا الفن. كما يستلم أيضا كمال مفتاح البي ام دبليو من ممدوح خير الله من بي ام دبليو. تحية كبيرة لكمال مرة أخرى.